السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن، واليوم راح نتعلم كيف تضرب الكرة خلف ظهرك وبعض الأخطاء الشائعة اللي يسويها اللاعبين. Let's go. هلا والله، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. فيديو اليوم راح نتعلم واحدة من المهارات الأساسية وهي behind the back، وإنك تضرب الكرة خلف ظهرك هو نفس الحركة الكروس أوفر، بس الفرق الوحيد هو أنك بس ترجع يديك لورا. وهذه الحركة مهمة متى؟ وقت يكون المدافع قريب جدا عليك وانت ما عندك مساحة أو ما تقدر تسوي حركة الكروس أوفر أو تضرب الكرة بين رجليك، فيفضل أنك تسوي الحركة من وراء ظهرك. فإن شاء الله اليوم راح نتعلم بشكل احترافي كيف تقدر تسوي هاي الحركة وبعض الأخطاء الشائعة اللي يسويها اللاعبين، فخليكم معي. Let's go. التمرين الأول بكل بساطة، إذا كنت مبتدئ افتح رجليك، اكمش الكرة، ضربها مرة وبعدين اكمشها، ضربها مرة واكمشها. فانتبه من هذا الخطأ اللي يسووه بعض اللاعبين، هو انه اول ما يجيب الكرة فبس يسووا كذا. فانا اريدك اول ما تسوي هذه الحركة انك تضربها شوية اقوى، يعني تضرب الكرة بقوة، تكمش الكرة تعطيها شوية قوة لتحت بعدين تكمشها. الخطأ الثاني انه لا تخلي ايدك بعيدة، يعني لا تخلي اول ما تسوي الحركة لا تخلي يدك كذا، تمام؟ دائما حاول ان يدك تكون تحت. ليش؟ السبب الاول انه اول ما تكون تحت تقدر تتحكم فيها اسهل وتكون اسرع، يعني اول ما تكون كذا دغري تقدر تهجم فتكون اسهل. التمرين الثاني مشابه للتمرين الاول، بس الفرق اللهم انك بس تضرب وتكمل، بس انك تخلي دائما الكوره وراء ظهرك. حاول تسيطر على الكوره، حاول تخلي رجليك ثابتين وتسوي هذا التمرين. التمرين الثالث، جيب اي شيء عندك في البيت، تمام، حطه قدامك وارجع خطوتين لورا. نفترض انه المدافع قدامي، تمام، معي الكوره، بقدم رجلي اليمين، بعد ما اقدم رجلي اليمين بضرب الكوره برجع لورا، تمام. الحركه بكل اختصار هذه هي، يعني بتقدم تضرب الكوره. بعد هاي الحركه بيكون عندك اكثر من اختيار، يعني انك ترجع لورا تسوي هذه الحركه وترمي، فبيكون بينك وبين المدافع مسافه، أو تقدر ترجع هنا وتقدر تروح من الطرف الثاني. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أشكركم جدا على المتابعة. إذا عجبكم المقطع أعطيني لايك واشترك في القناة واكتبوا لي أسئلتكم تحت في الكومنت. كان معاكم عبد الرحمن، السلام عليكم.